حادثة صحيت عليها محافظة إنا، هي إن لقوا في حفرة ست جثث لست عمرها بيوصل ل 47 سنة، وإخواتها الاثنين ولد أو راجل بيوصل 45 سنة والشخص الثاني 40 سنة، كمان كان معاها أولادها ثلاث أولاد شباب 25 سنة 17 سنة 23 سنة، هم أصلاً في قرية العركي التابعة لمركز فرشوط في محافظة إنا. لما يعني تلقت طبعاً الجهات الأمنية البلاغ ومدير أمن إنا بدأوا يتوجهوا للمكان ويشوفوا إيه أسباب يعني وجود هؤلاء الأشخاص في الحفرة، مصرع هؤلاء الأشخاص، وإن هم يلاقوهم جثث هامدة في هذه الحفرة، لقوا إن هم أصلاً كانوا بينقبوا عن الآثار. دي كانت يعني البيانات الأولية اللي ليها علاقة بالقضية دي. ولو هنبص كده للموضوع، هم في اعتقادهم ان الحفرة دي كانت هتبقى بوابة لكنز كبير ليهم، ولكن القدر قال كلمة تانية وكانت الحفرة دي هي مع الأسف بوابة للقبر بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، للست أشخاص اللي كانوا بيسعوا ان هم ينقبوا عن الآثار في محافظة إنا. فنقدر نقول كده الجملة الشهيرة ان السحر اتقلب على الساحر. طبعا يعني عزقنا لأسرة يعني هؤلاء الأشخاص، واحنا مش شمتانين فيهم، ولكن الواقعة هي اللي قالت كل هذا الكلام. خلينا نتعرف على تفاصيل الواقعة دي ويعني آخر الأنباء حول هذا الموضوع. بينضم لينا الأستاذ طه هاشم الصحفي المتخصص في الحوادث في البوابة نيوز. برحب بحضرتك يا أستاذ طه. أهلا بك. لو تحكي لنا الواقعة يعني بأحدث التفاصيل اللي عند حضرتك يا فندم. هي للأسف واقعة مأساوية. ستة من أسر واحد، سيدة تدعى مريم جميل حكيم وأشقاها الاثنين هاني وفادي وأبنائها الثلاثة الصبح النهارده في قرية العركي كانوا ينقبوا عن الآثار في منزل والد السيدة. أيوة. وهو طبعا والد للثلاثة من الضحايا وجد للثلاثة أحفاد الضحايا أيضا. أثناء تنقيبهم عن الآثار للأسف حصل اختلال في التربة وانهارت عليهم الحفرة هم الستة. منهم أشخاص كانوا جوه الحفرة ومنهم أشخاص كانوا خارج الحفرة، ولكن للأسف قوة الانهيار كانت كبيرة جدا فأخذت اللي فوق واللي تحت واتردموا في الرمال. قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ توجهت لمكان الواقعة على طول. للأسف واجهوا صعوبات كبيرة جدا لأن الضحايا كانوا على عمق، بعضهم كانوا على عمق 12 متر تحت الأرض. يا 12 متر. الحفر كان على بعد 12 متر. تم انتشال الست جثث إلى الآن الحمد لله. يعني ودي يعني للأسف الطمع أو السعي وراء الكذب السريع والثراء السريع هو اللي تسبب في هذه الكارثة المتكررة كمان بشكل شبه يومي، بنرصد أحداث ووقائع بالشكل ده. يعني وبنطالب الناس يعني يا ريت ما حدش يسعى وراء هذه المزاعم وهذه الأكاذيب اللي في الآخر بتؤدي إلى هذه المآسي اللي احنا طبعاً مأساة. أكيد. أستاذ طه طيبي، وحضرتك يعني كده صحفي متخصص في مجال الحوادث، وحضرتك كنت من شوية بتتكلم على فكرة أن الحوادث دي ممكن تكون متكررة بشكل أو بآخر، فلو حضرتك برضو تسرد لنا يعني لو في حادثة مشابهة حصلت زي كده في وقت قريب. كتير عندنا وقائع بشكل ده كتير، خاصة في محافظة الجيزة. يعني كان عندنا مرة في العياط أربعة وصف ودفعة واحدة، وللأسف كانوا على الأمر كتير جدا تحت المنازل، وقوات الحماية المدنية كانت بصعوبة جدا وصلت للجثث دي لأنه كان يتطلب هدم عدد من المنازل كمان عشان نقدر نوصل للجثث. كان في واقعة أيضا في الصف، كان في وقائع كتير جدا شاهدتها في محافظة. ده الكلام ده السنه دي بس ولا ده الفتره؟ يا فندم كان وقائع كتير جدا. طيب استاذ طه، هل الاسره دي ليها تاريخ مع التنقيب عن الاثار؟ يعني التحقيقات حاليا بينت اي تفاصيل ليها علاقه بتاريخ الاسره دي؟ هي الاسره دي اسره مشهود لها بحسن السمعه، لكن للاسف هو السعي وراء الثراء السريع هو اللي سبب لهم هذه الكارثه. لكن ما فيش اي انباء او اخبار بتقول ان دي مش المحاوله الاولى ليهم؟ لا، لسه التحريات شغاله، لسه في تحقيقات، لسه جهات التحقيق النيابه العامه هتصدر تصريح بدفن الجثث. أجهزة الأمن تحفظت على المنزل اللي شهد هذه المأساة، أقل ما يمكن وصفها بالمأساة طبعا، ولسه في قرارات كتير هتصدر من النيابة، ولسه في تحقيقات كمان لأجهزة الأمن لبيان وجود متورطين آخرين في الواقعة. تمام.
تمام. طب يعني استاذ طه، يعني لو في متورطين اخرين يعني هم ممكن يكونوا موجودين، هل بقى ممكن نكون يعني او يعني في حكم جنائي او في مثلا حكم معين ممكن يكون بينتظرهم، يعني اي حد بيكون بينقب على الاثار؟ طبعا القانون يجرم التنقيب عن الاثار. عقوبه التنقيب عن الاثار تتراوح ما بين 5 سنوات ل7 سنوات وغرامه ماليه كبيره. بعض عقوبات كمان الاثار في حال سرقتها تصل الى الاشغال الشخص مؤبدا. فالقانون يجرم تماما التنقيب عن الاثار بأي طريقة من الطرق بالمساعدة أو الاشتراك. ردود أفعال أهل القرية كانت إيه يا أستاذ طه؟ يعني أهل قرية العركي لما شافوا الحادثة الأليمة دي، 6 أشخاص بيلاقوا جثثهم في حفرة، أكيد كان في ردود أفعال. طبعا القرية كلها هزيمة، القرية تكتسي كلها بالسواد، 6 من أبنائها دفعة واحدة في حادث يعني بشع أو مأساوي، دفنوا تحت الأرض. الحقيقه يعني بغض النظر عن هذه الواقعه، النهارده القريه كانت بتشهد ملحمه بين الاهالي لانتشال الجثث. ساعدوا قوات الحمايه المدنيه، لانه طبعا الاهالي هم اول من اكتشف هذه الكارثه، فهم لدرجه ان الاهالي نجحوا في استخراج بعض الجثامين قبل وصول قوات الحمايه المدنيه. تمام، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طه هاشم الصحفي المتخصص في الحوادث في جريده البوابه نيوز.